وكنتمناو من السلطات ومن الامن ومن الناس المسؤولين انهم يديروا شي حاجه. راه حنا ولينا كنعانيو، ولات الشفره هنايا، الناس كيشافرونا، شافروا لي لومبليت كندير به الدرس شي 30000 ريال، شافروا لي كندير بها الدرس وكندير بها القران وكنمشيو، والناس واحد جا دخل الدار شفر لي لومبلي ديالي، شفروا الناس الماطر، شفروا كذا، ولينا كنعانيو. الله يعوضكم السلام. اي والله المستعان. كيفاش شعرتي يعني اللي تصاب هذاك الاخ طعنات امام المسجد؟ انا اول مره كنشوف هذه الحادثه في حياتي، اول مره كنشوف بان واحد كيتضرب امامي، اول مره في حياتي كيوقع لي. والله الا مريض بالله، اقسم لكم بالله نفسي مأزمع عليا ومريض وديخ. تخيل شحال مره دابا كنخلي الباب محلول، والله العظيم بالله كنصلي بعض المرات كنسها، والله العظيم بالله يعني تصدمنا والساكنه كلها تصدمت من الغدر. طب الحال كتولي خايف واش غتضرب، وغادي تضرب ولدك، مرتك، ولدك، جيرانك، الناس كلهم ولاو كيعانيو هنايا. الا كان مريض حنا كنتمناو ليه الشفاء العاجل، اللي مريض الله يشافيه، ولكن اللي مريض خاصو يمشي للدواء، والسلطات تكلم بهذا الشيء. وراه السلطات بعدا راه جاو اعتقلوا الاول ردوا والثاني ردوا، تما كنشكرهم لانهم داروا واحد الواجب بعدا راه ردوا الناس. اللي توفى في الحقيقه انا 7 سنين وانا ساكن هنا، ما عمرو قال لي شي حاجه ولا جا بغى يضربني ولا كذا، بالعكس كان السيد ملي كيكون في قواه العقليه كيكون طبيعي، في ملي كيكون شارب الدو كيكون انسان طبيعي، يسلم عليك يعنقك يقدر يدور معاك يعطيك اي حاجه، لكن مني ما بقاش شرب الدواء ما بقاش في حاله طبيعيه. يعني ديجا هو مرض واحد مرض نفسي او مرض عقلي، هما كيقولوا مرض عقلي، عنده مرض مخلط عنده داك الشيء، واش مرض عقلي واش مرض نفسي، الله اعلم. ممكن يشرب الدواء. ولكن ملي كنت كتشوفوا هذه الحالات هذه كنت كتخوفوا منه؟ انا حتى ما عمرو وقع لي قدامي، كانوا كيقولوا لي الناس بانه ضارب شحال من واحد، لكن 7 سنين اللي سكنت هنايا ما عمرو سمعت شي ضرب شي واحد ولا كذا. المهم 7 سنين كامل اللي سكنت ما عمرو سمعت ضرب شي واحد، لكن قبل كيقولوا بانه ضرب شي واحد حيد لي ودنو، ضرب شي واحد مثلا كان ضربوا لظهرو في الدوار هنايا حدانا، كان قالوا بانه كيضرب ضرب شي واحد كان باغي يشارط هنا في الجامع، ضربوا الراس قبل، وهذا الشيء اللي كنا كنسمعوا. لكن 7 سنين من جيت سكنت هنايا ما عمرو ضرب شي واحد ولا ادى شي واحد. هذه شهاده لله، ولا تكتموا الشهاده والذين لا يشهدون الزور. هما انا داك الشيء اللي شفت هو اللي قلته، وضربوا امامي انا شفتو ضربوا بجنوي هنا، ضربوا في ضرب الراس وجنوي تهرسات، انا هزيت السيد وديته للدار ديالهم. المهم نرجو الله ان يرحم الميت، هو نتمنوا ليه ان الله يشافيه، المهم السلطه غتاخذ الاجراءات ديالها. بالنسبه للسيكتور قلتي بان كيقولوا الناس بان هنا يعني كيعيش واحد الحاله من الدار. طب الحال راه تماشي حتى بزاف ديال الناس راه عانوا، راه شحال من دار دخلوا ليها الناس، ولاو الشفاره ولا الكريساج في الطريق هنا وهنا وهنا، ولاو الشفاره كيشافروا الماطر كيشافروا، المهم كل شيء ولا جميع الاشياء اللي ما تتخيلهاش. حتى الامن قالوا لنا بان الدوار كان هاني تولد فيه المشاكل كثيره، ما كانوش كنتوقعوا بان الدوار غادي يكون بحال هكا، ولات فيه مشاكل كثيره، ولات كتخاف، تخاف على ولادك، تخاف على مرتك، تخاف من الجيران، الناس المصلين ولاو كيخافوا، الناس كيجوا من هنا كيصليوا، ومن هاد من الدواوير الاخرين كيصليوا، والناس ولاو كيخافوا بزاف. كنتمناو يكون شي حل ودار شي حل في اقرب في تكون بسرعه ان شاء الله سبحانه وتعالى. كلمه للسلطه المحليه. نتمناو من السلطه المحليه والامن بشكل عام والناس المسؤولين كاملين انهم يجيو اي واحد كيدير شي مشكل يجيو يديوه، اي واحد كيشفر يجيو يديوه، اي واحد كيدير شي كيبيع شي حاجه تكون واحد العقوبه الزجريه، وتكون شي امور تتخذ فيها اجراءات قويه. ماشي حل الامن والاستقرار، الحمد لله احنا راه دوله ملكيه، الحمد لله عندنا الامن والامان في البلاد. نتمنوا ان الناس يقوموا بالواجب ديالهم، ونرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع.